أيضا أنتم تعرفون أن كثيرا من المفسرين قالوا بأن أم الكتاب ما سميت بذلك إلا لاشتمالها على مقاصد القرآن الكريم، أي من حيث الإجمال. نفصل قليلا: ثناء وتمجيد لله تعالى، توحيد له سبحانه، أمر ونهي أي أحكام، وعد ووعيد، قصص وسياق. كم مقصد؟ خمسة. خمسة. قلنا المقصد الأول ثناء وتمجيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قلنا توحيد، مالك يوم الدين إياك نعبد. بعد التوحيد هذا المقصد الثاني. المقصد الثالث ماذا؟ المقصد الثاني قلنا أمر ونهي، إياك نعبد، هناك عبادة، هناك التزام وطاعة وانقياد منا، وهناك استعانة ولذلك إخلاص له سبحانه وتعالى. ثم اهدنا الصراط المستقيم، هذا يعني أن هناك مرة أخرى أحكاما، أمرا ونهيا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وعد ووعيد مع اشتمال هذا الوعد والوعيد على قصص الأولين وسيرهم. هل هذا واضح؟ هل هو مستغلق على الأفهام؟ لعل الكثير منكم يدرك هذه المعاني لكنه لم يصنفها في ذهنه حينما يقرأ، حينما يتلو سورة الفاتحة. الآن هذا هو الحد الأدنى الذي تحتاجون إليه حينما تقرؤون سورة الفاتحة في صلواتكم، في تلاوتكم، في أذكاركم. اتفقنا؟